خدت اول الجمهوريه اكتر من مره في الفنون التشكيليه. وكمان يعني بالنسبه لي الحمد لله كل المسابقات او يمكن 99% منها انا بشارك مع الاسوياء، لجنه التحكيم ما بتبقاش عارفه مين اللي المشارك ده، وده كمان اداني حافز اقوى ان انا يعني اكمل في المجال ده. من ضمن المشاكل اللي بتواجهني اني مثلا بيبقى جايلي ده اول معرض خارجي، لكن ما بعرفش اسافر لان ما عنديش راعي خاص بيا، فطبعا يبقى تكلفه عاليه عليا، فبالتالي بيضيع عليا فرص كتير للمشاركه وتمثيل مصر بره. وانا برسم ببقي طبعا بيبقى فيه بعض الصعوبه، لان الرسم بالبق بيبقى بيعتمد على الفك والعضلات والرقبه، فده يعني بيرهق الواحد اكتر، فده كمان بيخلي الواحد ياخد وقت اكتر في الرسم. بخلاف القدم، يعني القدم بيبقى شغلها سريع. لأن زي ما قلت لك ده ما فيش يعني ده شغل وقت بس. بتمنى إن العالم كله يعني النظرة في العالم كله لكل ذوي الإعاقة يعني تكون أفضل من كده، لأن ذوي الإعاقة يعني مهما كان قدراتهم وإمكانياتهم فهم يختلفوا عن الأسوياء، حاجات كتير بيبقوا محتاجينها.